بلشت احس بالسخن. يا عمي ما راح يصير شيء. ما عم بفهم انت ليه هالقد متفائل وايجابي. والله انا حاسه انه اهلك راح يكبوني برا. روبي شو عم تعمل هون؟ روبي روبي صارت مرتي رسميا. ماما ما بدك تقولي شيء؟ نحن ما خصنا مشاكل العائله. ما كنت عرفتك ايوان هالقد متهور. ولا انا كنت عارف حالي. لا بس واعيين كثير. ما تظلمون. قديش بدك مصاري لتفلي عنا؟ في اعرف ليش صاحبتك تجوزت خيي؟ في افهم شو المقصود انك تجوزي واحد من بيت الابيض؟ تجوزت واحد بحبه بس بده الرقم السري تبع الخزنه. والله نفش ريشه من اول يوم. بس انا ما في سافر بكره. لا يا زغدور الشغل اهم من هيك. بعرف انه الكل عم بيجرب يزعجك بس بكره لما يتعرف عليك مزبوط رح يتاكدوا من كل كلمه قلتها. وحياتك الوضع ما رح يبقى هيك. ما كنت قطشتكم عن شيء؟ شو في يا عاصم؟ حضر حالك عندك سفرة بكرة. سفرة شو عاصم؟ لوين؟ شو لوين؟ عندك سفرة على السعودية. شو قصدك عاصم؟ حكينا إنه أنا ما بقى أنزل على السوق ما بقى أسافر، لحقت تنسى؟ لا حبيبي أكيد ما نسيت. بس هيدا الدين أنت بلشته وأكيد أنت رح تنهي. بس أنا ما في سافر بكرة. لا يا زغدور الشغل اهم من غير اشياء. في اشياء اهم من شهر العسل. ايه يلا ضب اغراضك ما تضيع وقت. شنطة مرتك لكن فضي الاغراضها وعبي اغراضك. 8 الصبح بدنا نكون ماشيين على المطار. جبرك تسافر تيبعدك عني. هيتي كلهم يومين او ثلاثة ماكسيموم، ما رح تحسي بغيابي، رح احكيك كل شوي. بعدك انه هيدي بتكون اخر سفرة، يعني حتى لو حط الفرد براسي ما رح ارجع سافر. ان شاء الله. حبيبي انت. جودي شو عم تعملي هون؟ نمر سحلي بشرفك، مش ضروري حدا يشوفنا هون هلا. مزبوط مش ضروري حدا يشوفك هون. ارجعي على القصر بسرعة. بس أنا اشتقت لك. جودي ارجعي على القصر بسرعة. خواجة جواد بيجي بأي لحظة بيسهر عندي ليشرب متي. عندهم عشا هلا، مش فاضي يجي يشرب متي معك. جودي ارجعي على القصر بسرعة. أصلا أنا تعبان وبدي نام. طيب ماشي بس أيدها هيدي. جودي بابا بكفي شرب
خلص بكفي. هيدي آخر الدنيا، آخر الدنيا. يلا قوم لنا مشي قوم. بابا روبي ما تجوزت، ما هيك؟ بلا بابا تجوزت. من بيت الأسود، من بيت الأسود تجوزت. من بيت الأبيض أي، من بيت الأبيض. بيت الأسود. مين هلا؟ جودي قلت لك بلاها. ما بتفهم ما بعرف مين، اكيد الخويجه جواد. كل شيء صار عندي، شو بدي اقول له هلا؟ وين بدي اروح فيكي؟ خليني انسى اشوف مين. شبابك عم ترد؟ صراحة كنت غافي ما سمعت الباب. غافي؟ من هلأ؟ مع بنا بتضلك الآن وما بتخفى بسهولة. صراحة ما بعرف، تعبت وخفيت على الصوفة. أنت بيك شي؟ عايز شي؟ لا لا ما في شي، بس جيت أتأكد أنه ما تكون ناسي مشان بكرة. لا 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 أكيد ما تعتلهم، ما تعتلهم. مش هات الهم، بعرف انه في اتكل عليك دايما. يلا فوت نام، بكره نهارك طويل معي. فوت اذا بدك شربك، شربك متي. تبقى شرب بي، انا ما بحبها. مين كان على الباب؟ عاصي، انبسطتي؟ ايه، وشو كان بده؟ كان عايزني بشغلة عم يتأكد منها. جودي قومي هلأ بسرعة روحي على القصر. لا نمر، مش رح فل، وأكيد عاصي مش رح يرجع ولا رح يرجع حدا غيره. جودي بترجيك قومي روحي هلأ على القصر وبلا غنش. أصلا بعد النقز اللي أكلتها ما رح أقدر أعمل معك شي. إيه لا لكن تقوم فل. أصلاً خليني نام بكير، مش أنت بكرة لك توصلنا على الجامعة؟ بلا رح وصلك على الجامعة، رح وصلك على الجامعة بكير كمان. نقلت إيه ونقلت لا. إيه بكرة منشوف. مبين هون. ايه قلت انا بظهر بشم شوية هواء. غريب، انا توقعت ما تناموا انت وإيوان كل الليل تكونوا قاعدين عم توضعوا بعض. قلت له ينام بكير ويرتاح لانه بكرة عنده سفر، وكرمال اكيد يكون مركز كتير منيح على شغله. برافو روبي، هلا صرت عم تعجبيني. بدك تفهمي انت وإيوان انه شغلنا اهم من حيالله شيء تاني. فهمانين عاصي، فهمانين. ما تعطل هم. انا ولا مره كان عندي شك انه انت فهمانه كثير منيح. يلا بالاذن انا لازم نام، عندي وعي بكير بكره. مش أصحابي، هاو بس ناس بشتغل أنا وياهم. ايه وليه عزمتهم عشاء على البيت؟ ليه ما اجتمعت فيهم بالشركة؟
تيفكروا حالهم أصحابي. عاصم أنا كتير مشتقت لك. مش شم ريحتك ويسكي كيف طالعة؟ بس أنا ما شربت كتير اليوم. فإذا أنت مرة بتشربي بالمرة، لأنه أكيد رح شم ريحتك ويسكي، وأكيد أنا ما رح أقرب عليك. ما صوت خلص، أنا رح وصل إيوان على المطار. أي سيارة بتحب تروح يا خبيجة؟ حيلا خلص بروح بيني. يلا معقول؟ مرحبا. شو وينه إيوان؟ يلا نازل. رايحة تتمشي ولا بتحب نوصلك شي محل معنا؟ لا هي ولا هي، رايحة مع جوزي على المطار. شفت شو حلو الغرام يا نمر؟ ناك يعني مش حابب أفسلك الجو، بس ما صوت تعبان شوي وأنا سمحت له يروح يرتاح. لمين رح يوصله؟ أنا شخصيا. إيه ما عليه، بروح معك، هيك ما بتزهق بالرجعة لوحدك. والله يا ريت، بس مساقبة عندي مواعيد بالحمرة، ما رح أقدر أرجع أردك لهون. إن شاء الله غير مرة. ما في غير مرة عاصي، لأنه هيدا آخر مرة بسافر فيها أيوان. خلص ما تزعلي، كلهم ثلاثة أيام وبيمروا بسرعة. طيب أنا رح أطلع عيط له لأيوان. شو رأيك تروحي مع نمر؟ لو ما بدي أروح معه. نمر عنده جولة بالمزرعة والأراضي، هيك بتبرمي بتشوفيهم كلهم فرد مرة. امبارح ما قدرنا نكملهم أنا وياك. لا ما عليه، بليها. ليش بتخافي تروحي مع نمر؟ لا أكيد لا، إنه ما فهمت من شو بدي خاف يعني. ما بعرف، إنه إذا ما في شي تخافي منه روحي معه. بدي وادع إيوان بالأول. بس نمر تأخر وما بقى في ينطر. خلص روحي روبي، أنا بقول له لإيوان. أصلاً هلا تأخرنا كتير ومن 10 دقايق لازم نكون مشينا. مش حرزينة تروح نهارك كله كرمال 5 ثواني. أنا صار لازم أمشي هلأ، لأنا لازم أفتح المي على الأرض. خلص روبي شو بكي؟ يلا مشي بلا غنج. شو بكي أنت إيوان متلات صغار؟ طيب رح أروح معه، بس عمون معروف عاصي، اشرح له لإيوان شو صار مع مسعود وقل له ليه ما قدرت أنترو. أكيد رح أقله. ما تعطي الأيام، هلأ أنا بقول له كل شيء. رحت مع نمر يعملوا برمي على الأراضي. قلت لها أنه ما فينا خدها معنا لأنه مشغول بالرجعة، ما في أرجع ردها. إيوان مشي، هلأ بدي أقلم من السيارة، تأخرنا. لأنك جيتي معي؟ أكيد لا. ألو؟ إيه حبيبي؟ حياتي سوري ما قدرت أنطرك تودعك، بس نمر كان مضطر يمشي. أوكي حبيبي مش مشكلة. بس كان عبالي روح معك على المطار. بسيطة حبيبي، أصلاً بلالك المشوار.
يعني مشوار طويل وبوجود عاصي ما رح نقدر نحكي مع بعضنا. شي هي انه طلعت بالسيارة بلش يحكيني عن الشغل. حياتي تروح ترجع بالسلامة، رح اشتاق لك كتير. وأنا رح اشتاق لك كتير كتير كتير. باي يا قلبي. روبي؟ أكيد ما زعل إيوان؟ أكيد لا. شو مفكره عقله صغير مثل غيره تيزعل؟ عقله صغير مثل غيره؟ مين قصدك؟ لا ما قصدي حدا معين، بس إنه إيوان بيوثق فيي وبحبني كتير وبيعرف إني بحبه. شو بيك؟ لك شايف حالك كيف غاشي فيها؟ بحبها عاصم. إيه بحبها. وهي بتحبك. من هون بدك تفتح المي؟ لا جاي فرجيكي على النهر. قرب قرب قرب. شوفي والله منظر واو، عن جد كتير حلو. هيدا لقلنا كمان النهر؟ ايه لبيت الابيض، كل الاراضي اللي حواليه هي كلها لقلهم، وصار النهر إلهم كمان. اقولك ايوان كان يسبح فيه هو صغير؟ اكيد لا، هاي المي بتبقى متلجي ومبوزي على مدار السنة 12 شهر. اوف عن جد؟ ظلي جربي اذا بدك. لا لا تخيل، هلا لو صغيرة كنت بعملها. لا شكلك مش مصدقتيني، عم بقول لك بتبقى متلجي على مدار السنة. بلا مصدقتك، بس انه الصغار بيعملوا شو ما كان، يعني بهمهم يتسلوا ويلعبوا. بيعملوا شو ما كان. خليها شوي. لا نمر، لا نمر، شو عم تعمل نمر؟ شو طلبنا؟ صح النوم، هلا وعيتي؟ ايه لقيت كل الليل ما قدرت نام، نمت على وجه الضو. ياسمينة حبيبتي، بتعرفي قد ايه انا بحبك ما هيك؟ اكيد طلبنا، وانا بحبك كثير. اذا عن جد بتحبيني ما بقى تشربي. شو بكي طلبنا؟ كلهم كاس او كاسين، هذا اسمه شرب؟ ياسمينة انت ما عم تشربي كاس وكاسين. امبارح تقريبا شربت القنينة كلها لوحدك. مرت عمي دخيلك ما تكبر الموضوع، ما بدها هالقد. عاصي عم بيزعجوا هيدا الموضوع. هو شكالك؟ لا انا شفت بعيوني، ما بده مين يقلي. اصلا كلنا بالبيت ملاحظين انك عم تشربي زيادة عن اللزوم. مرت عمي انا شايفة بهالبيت كلكن ما عندكن سيرة الا تحكوا عني. لاريت تشوفوا شوي الكنة اللي جابلكن اياها استاذ ايوان، ما بيكون احسن؟ ياسمينة شو هيدا نمر؟ هيدا بيت صغير انا معمره هون حد النهر. رح فوت اعطيك تياب واطلع ولا لك نار برا لتتدفي. فوت. لا ما بدي، بدي فل على البيت. روبي هيك بدك تروحي عند ست لبنى؟ نمر بشرفك، لو ما هبلك انت وكبيتنا بالنهر ما كنت حطيتني بهالموقف. وركز لي منيح على السفرة ايوان، خلص بسرعة لترجع بسرعة، مش تقعد تلتهيلة على الواتسابات والتليفونات كل النهار. احسن شو هيك، شو اول مرة بسافر؟ او ما بدك اياني احكي مع مرتي؟ خيي ما عم بقول لك ما تحكي معها، بس مش انه تزيدها، يعني مش تنجدي بتروح علينا مليون دولارات كرمال غرامياتك وتطرحنك. حسسة زعلانة مني إنه مثلنا يومين مجوزين ومسافر. هذا الشغل العائلة إيوان، والعائلة أهم شيء. وما تنسى شيء بحياتك يا عاصي. بس روبي كمان صارت من العائلة، أنت كمان ما تنسى. شو مع مين بدك تحكي هلأ كمان؟ مع روبي.
روبي انا عن جد بعتذر منك. خلص ما تعتذر نمر، صارت بس ضحكنا. هي ضحكنا. دخليك كيف فيك انت وبيت الابيض؟ منا منيح، مش منيح ابدا. توقعت وقدرت هذا الشيء، عداوه الى سنين مش ممكن تكتسب يومين. معك حق، اصلا لو صار غير هيك كان الموضوع مش طبيعي اكثر. بتعرفي روبي بعدك مثل ما انت، بتشوفي الميله المليانه من الكبايه. وهلا شو رح تعملي معهم؟ ما بعرف، بس ايوان متفائل ومؤكد انه الوضع ما رح يضل هيك. وانت هالقد بتوثقي بايوان؟ ايه اكيد، لو ما بوثق فيه ما كنت اتجوزته نمر. بدي ارجع القصر. مش قبل ما ينشفوا ثيابك. شو بعده مسكر؟ ايه بعده مسكر، عم دق على تليفون نمر كمان مسكر. اوف، بيكون صاير معه شيء. شيء مثل شو يعني؟ ما بعرف عاصي، لسه ما حل شيء حادث. طيب بدك نرجع؟ عم تمزح معي يعني؟ لا مش عم بمزح، انه اكيد اذا مشغول بالك علي وخايف يكون صاير شيء اكيد برجع. ايه والسفرة؟ بنأجلها، انه يعني بتطلع بكره الصبح اذا طلع ما في شيء. عادي، تليفوني انا كمان اعطاكي عمره. انه نمر ما فهمت شو له معنى هيدا اللعب، يعني ركبنا بالنهر. قولي الصراحة، مش هيدي مغامرة ما بتنتسى؟ بشرفك نمر. بشرفك انت، هيدي مش أول مرة بتتسلي وبتنبسطي، من أول يوم جيتي فيه لهون. هلا بيناتنا بهيدا معك حق. اسكتي لكن روبي، بتتذكري قد كنا نتسلى ونضحك لما كنا انا وياكي؟ بتعرفي انا وياكي كنا كثير حلوين سوا، ما كان لازم نترك. ما بقى في شيء اسمه انا وياك نمر، قصتنا خلصت من زمان، خلص ما لازم بقى نحكي فيها. بس انا بعدني بحس لك بشيء. انت بتفكر هيك نمر، بس إذا بتراجع حالك وبتفكر مظبوط بتلاقي إنه يلي بيناتنا خلص من قبل ما نترك. رح فوت أعمل لك شاي.
انتوا ما كنتوا رايحين على المطار؟ ماما روبي وين؟ ما بعرف حبيبي، ظهرت قبلك ليشوفي. عاصي شو في؟ شو بو خيك؟ شو بده يكون بو امي؟ لا لست روبي ما ردت علي، قام نزع السفر كله. ما بعرف هذيك بده يستلم شغل معنا. شو حبيبي عم ترد؟ سكر خط ما عم ترد. طيب ماشي ماشي. لوين؟ هيدا نمبر انا بعرفه، طيب بدي اختفي بعرف وين بروح. ماشي. تفضل. مبرشة شرب؟ شو خاصك نينو؟ حلو بعد في الخدم ما تحركة شو فيه؟ ما توخسيني يا ست، ما عرفت حالي شو حكيت. شو في؟ جاي خبرك شو صار. شوي وصل خواجة ايوان كتير معصب، وكان جاي معه كمان خواجة عاصي، واتنيتهم وجن ما بيتفسر. ليه شو في؟ شو صاير؟ لا ما كتير فهمت، بس انه حسب ما سمعت انه ست روبي مختفية وحتى ما عم ترد على تليفونها. ايه عال بركي بتكون رجعت عند بيت بيا. قولك هيك؟ شو بك يا نينا؟ هي صدقت تصير من بيت الابيض وتعيش بهيدا القصر؟ ابصر وين بتكون؟ طبعا بدها تستفيد من غياب ايوان من هون تتاخد اخبار واسرار العيلة. هلا ايه بس انه الهيئه كمان الخواجه ايوان رح يلغي سفرته. انا شايفه الخواجه ايوان رح يلغي كتير اشياء كرمال الست روبي. فيك تفلي. نشفوا شوي؟ يعني أنجل نمر عندك شي مكوية أو شي سشوار قدر نشفهم؟ عندي بس خليهم هون برا أحسن ينشفوا أسرع. كأنه سمعت صوت سيارة. سمعته؟ لا ما سمعت شيء. هيدا عاصي؟ أكيد لا. عاصي رح يوصل إيوان على المطار، بعدين هيدي مش سيارته، بيكون حدا مارق من هون بالغلط. بلا نمر، هيدا عاصي وإيوان معه. انت جبتنا لهون قصد نمر، جبتنا لهون وعاصي معه خبر نحن وين هلأ؟ روبي شو بك؟ ما عم بفهم عليك شو عم تحكي. بلا نمر بلا، انت فهمان كتير منيح عن شو عم بحكي. عاصي دبر لي هيدا المقلب وانت ساعدته لحتى تخلفوني انا وايوان. بس ايوان عقله كبير ما بيزعل على هيك اشياء. ما هيك ليك نمر، بدك تحكي الحقيقه مثل ما هي هلا، اوعى تجرب تكذب وتقول انه صار شي غلط بيناتنا، اوعى. ما بعرف اذا رح يطلع لي دور احكي. بعدين أنا شو دخلني بردة فعل إيوان جوزك إذا شافنا هون نحن مع بعضنا؟ للصراحة ما في عملك شي روبي. بلا نمر بلا فيك، وإلا رح خبر عاصة عن علاقتك بجودي. علاقتي أنا وجودي؟ إيه
شفتها طالعة من عندك امبارح بالليل، والهيئة هيئة جودي ما بتستحي أبدا. خبرتني كل شيء. اوعى تفتحي تمك بكلمة عن هذا الموضوع. إذا سمع عاصي هيك خبرية بيقتلني هون بأرضي. برافو نمر، 100%. فإذا خبر الحقيقة مثل ما هي وما تخلي الموضوع ياخد أكثر من حجمه. شو عم بيصير هون روبي؟ قدرنا نلاقي نمر هون، بس ما توقعنا نشوف الست روبي كمان. بلا عاصي، انت بتعرف كتير منيح انا وين. خيي ما بعرف شو بدي اقول لك، انت شوف وحكم. بعتقد القصه واضحه، ما هيك نمر؟ للصراحه جيت فرجي روبي على النهر هون، زحطت ووقعت بالمي، كبيت حالي وراها دغري لخلصها. فكرتها ما بتعرف تسبح. ما بعرف خيي، بس انا لو محلك. انا محلك كنت بسكت عاصي، بسكت وما بفتح تمي. شو صار بالضبط روبي؟ حياة نمر اخذني معه تنعمل برمي على الاراضي، بس الفكره من الاساس كانت فكره عاصي، واصر علي تاجي. كان متفق هو ونمر. متفق هو ونمر؟ ايه ايوان، نمر هو يلي دفشنا بالنهر لحتى انجبر اجي معه لهون، وعاصي هو اللي خطط لهيدا الشيء، وهو عارف نحن وين. مزبوط هالحديث عاصي؟ مزبوط هالحديث؟ ايوان ايوان خلص حياتي بليز. ايوان روق، اسمعني شو بدي اقول لك وروق. ما بدي روق عاصي، هيدي المسخره بدها توقف هلا. عم تفهم الموضوع على ذوقك. روق اسمعني شو بدي اقول لك يا زغطور. قلت لك ما بدي روق عاصي. انت عم تلعب لعبه كثير وسخه. بدك اياني اترك مرتي؟ لا بطمن خيي، ما رح تزبط معك. روبي مرتي، بحبها وبوثق فيها وهي كمان. شكلك ناسي شو كان في بينها وبين نمر. لا خيي ماني ناسي، بس أنا ما إلي علاقة بالماضي تبعها. بوقتها ما كانت مرتي، بس هلأ هي مرتي. مش رح أسمح لمخلوق يهينا أو يوجه لأي كلمة. كان معي حق أصبعيت لك يا زغطور. إيوان إيوان خلص بليز خلص. أوعى بقى تعيط لي زغطور. لك عاصي، أنا ماني أهبل. لا أنا ذكي وأفهم منك بكتير. خيي أنت مش بس أهبل، أنت أهبل وأعمى كمان. أنت خيي عاصي، بس اوعى تفكر إنه رح فضلك أنت أو أي حدا من عائلتي على مرتي. روبي صارت مرتي ورح تبقى مرتي، وما حدا بيغير هيدا الشيء، فاهم؟ مشي حياتي مشي. بعتذر على الموقف اللي حطيتك فيه. هيدي أول مرة وآخر مرة بتركك فيها وحدك. معلي حبيبي ما صار شيء، خلص ما تعطى الهم. أنا بهمني إنه ما حدا يفوت بيناتنا إيوان، لأنه بصراحة ما حدا طايقني بعائلتك، ما بدهم ياني. روبي أنا ما بهمني حدا غيرك، لا عاصي ولا غيره بيقدروا يقلبوني ضدك. بعرف أنت مين، بعرف مين مرتي. بحبك إيوان. موت فيكي.
يلا صارت مفضوحة كتير وهيك بينت وما عرفت كذب. لا نمر ما تعتذر، مش حق عليك. الحق علي أنا إني وثقت فيك، كنت مفكر بهمك مصلحة البيت الأبيض، كرمال هيك وثقت فيك. اعتبرتك واحد من العيلة، بس ولا يهمك، ما رح اغلط هيك غلطة مرة ثانية.